خلوني هروح ل حاجة تانية بقى هنتكلم حبة فيها. ايه هي؟ بروفا للدراسة. طيب تعال نشوف. واحدة واحدة علي. وتعبئة الكتب في كياس. ماشي؟ طيب ازاي يعني؟ عايز تقول ايه؟ في مبادرة اسمها اعرف مدرستك. المبادرة دي موجودة في اسكندرية. طب يعني ايه اعرف مدرستك؟ وايه بروفا للدراسة؟ وايه هنعبي الكتب في اكياس؟ تعالى ناخد معانا الاستاذة نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله يا رب العالمين. عايزين نفهم ايه هي مبادرة اعرف مدرستك الاول يا فندم. تمام. يعني قبل ما ابتدي الكلام مع سيادتك اسمح لي بس ان انا اسجل احترامي وتقديري لشخصك ولمهنيتك. يا فندم ربنا يخليك، ده ايه المفاجأة الحلوة دي؟ يا رب يخليك يا فندم. وكمان في مقولة حضرتك قلتها في الفقرة اللي فاتت هبتدي بيها، لما حضرتك قلت ان اي دولة لا تريد الا استقرار المنظومة. صحيح. على المستوى الصغير بتاعنا ان اي مسؤول لا يريد الا استقرار المنظومة اللي هو بيرقصها. حلو. من المنظور ده يعني علشان كده انا بقول انا بسجل احترامي المهني لحضرتك، لان قد كده انت مقدر المفهوم اللي احنا بنشتغل عليه. تم اجتماع يوم الاحد اللي فات مع معالي الوزير دكتور رضا حجازي. حلو. اتكلم في بنود الاجتماع دوت ان احنا كل مدير مديريه هو ليه حريه التنسيق مع محافظ المدينه اللي هو فيها. في آلية دخول الطلاب، ترتيب المراحل اللي يدخلوا على حسب كل محافظة. وأنا قاعدة في الاجتماع يا فندم جالي فكرة المبادرة اللي سيادتك بتتكلم عليها اللي هي أعرف مدرستك. إحنا من يعني الرد للواقع اللي عانيناه وشفناه في السنوات اللي فاتت، الإشاعات اللي بتتعرض لها التربية والتعليم زي ما حضرتك ذكرت برضو إن إحنا عندنا سيزون الإشاعات دلوقتي هو اللي خاص بالتربية والتعليم. طبعًا. ما بين اولاد تاهت، ما بين اولياء امور احنا داخلين مش لاقيين ولادنا، رغبه مشروعه احنا بنحترمها جدا في اولياء الامور ان هم يدخلوا اول يوم مع اولادهم يعرفوا اماكنهم. الكلام ده كله ان احنا ندخل المراحل كلها دفعه واحده بيعمل تكدس، خاصه ان اسكندريه فيها بعض المناطق اللي هي جاذبه للسكان فمزدحمه جدا. صحيح. وفيها كثافه عاليه جدا في الفصول. فجت مبادرة تعرف مع دراستك ان احنا هنقسم اسبوع قبل بداية الدراسة بالتنسيق مع معالي المحافظ اللواء محمد شريف. اخدت موافقته ونسقت معاه لان عارف سيادتك ان نزول الولاد المدارس بيحتاج تنسيق مع مديرية الامن والمرور وجهات كتير بتتدخل استقبال لاولادنا. طبعا. فتم التنسيق ده الحمد لله، نبتدي من يوم السبت يوم 24 حتى المدارس الرسمي لغات يوم السبت هي بيبقى اعتبر اجازه بالنسبه لهم، لكن هينزلوا السبت اللي هو يوم 24 باذن الله. هنستقبل متوزع على المدارس جداول معينه، يوم السبت هينزل الصف الاول الابتدائي ورياض الاطفال. الطالب هيدخل المدرسه يعرف مكانه في الطابور، يؤدي الطابور، يؤدي تحيه العلم، يؤدي النشيد الوطني، يعرف مدرسينه، يدخل فصله يلاقوا اسمه على الديسك بتاعه، الكيس اللي فيه الكتب كلها تكون موجودة عليها التيكت باسمه، يعرف مدرسه، يعرف طالب منه كراسات ايه، اقلام ايه، هيقعد فين، مطلوب منه ايه. يوم ترفيه يا فندم مش يوم دراسة. حلو ده قوي قوي. يوم ترفيه جدا، هيبقى كله اولا من اوله لاخره اغاني وطنية طبعا، تشجيع للولاد، كسر الرهبة بتاعت الدراسة الاولانية، كسر الرهبة والمخاوف المشروعة اللي احنا بنقدرها جدا داخل اولياء الامور، بالذات طفل اولى ابتدائي ده اي اب او ام عايز يبص عليه هو واقف مبسوط ولا بيعيط بيتعامل كويس. هتبقى بداية منظومة لمدير المدرسة كمان يحط اساس كل ولي امر، انت مكانك فين، فين، طمن على ابنك، اتفضل وسيبه الامانة. واحنا ان شاء الله يعني انا واثقه في كل الناس اللي شغاله معايا في التربيه والتعليم في اسكندريه ان احنا باذن الله نكون قد الثقه دي ونأدي دورنا بكل نجاح باذن الله. ده قدها وقدود قوي يا استاذه نادي، قدها جدا. يا رب يا فندم. وبعدين يا رب. وبعدين احنا دايما، انا دايما يعني ابقى سعيد جدا وانا اعلن ذلك، انا تربيت ست قويه جامده جدا يعني، فطلعتني راجل خشن زياده عن اللزوم الظاهر ولا ايه؟ ربنا يعزك يا فندم. فانا اثق جدا في الستات اول ما يتولوا قياده حاجه. ليه بقى؟ لانه حضراتكم ما بترحموش يا فندم.
والله انا يعني بدون مقاطع سيادتك، انا ابني برضو رائد شرطه، وفي اي ما مجال شاء هو الله، بيتمجد فيه بيقول انا تربيه امي وابويا وامي جدع، صاحبه بصمه في شخصيتي كبيره، ربنا يحفظه يا ومش رب بيخجل ويخليه في لك. كده، لان فعلا احنا يعني اللي بنبقى المهام متقسمه، الاب ليه دوره اللي بره البيت وشغله ومتاعب وظيفته، واحنا دورنا في الاول في الاخر مهما نجحنا في مجال عملنا، بس تربيه ولادنا طبعا تبقى الاولويه. لا ده ف ربنا يحفظه لك ده. ولادنا اللي في المدارس دول ولادنا برضه طبعا يتربيه، يعني ان طبعا. شاء الله يبقى زي ما ادينا رسالتنا في بيتنا نأدي رسالتنا في مدارسنا كمان، ونطلع جيل ان شاء الله كلنا نفخر بيه باذن الله. بإذن الله بإذن الله. طب أنا عايز أسأل على حاجة بقى كمان، أنا خدت اتفضل بالي يا إمبارح فندم. كان دكتور رضا حجازي بيتكلم بقى على اليوم مش اليوم هيبقى اليوم الرياضي، هيبقى يوم الأنشطة المدرسية، وده اللي مختلف عن الحصص بتاعة الأنشطة. تمام يا فندم، هنعمل إيه في الأنشطة تمام. المدرسية في اسكندرية؟ اسكندرية هو دي بلد اليوم الفن الرياضي تم والموسيقى التنظيم، والرياضة وكله. تمام يا فندم، تم عمل اجتماعات مع كل مديرين المدارس الابتدائي، لان هم اكبر فئة مستهدفة واكبر نسبة مدارس موجودة في اسكندرية هي حلو المدارس الابتدائي. حلو عملت جدول مستهدفة بيه ان شاء الله قبل بداية الدراسة اكون قابلت كل مدارس اسكندرية، انا عندي 2700 مدرسة، الله أكبر. فان شاء الله كل المديرين اكون قابلتهم، عرفنا يعني ايه نعمل يوم رياضي موحد. النهارده كان من ضمن هي سلسلة اجتماعات، النهارده قلت لهم انا مش ناسية ان انا مدرسة، مفيش مدرس يقول لي اليوم الرياضي هيأثر على المنهج، مفيش حد يقول انا هتأخر في تدريس المنهج، لان انا مدرسة واحنا عارفين ان ساعات بتيجي في اخر شهر تدي ابنك ولا بنتك لمدرس تقول له كثف لي المنهج انا عايزه يطلع من الاوائل، ويكثف وينجحه ويجيب درجات كويسه جدا. فحته حاجه كمان ان المدرس لازم نبقى عارفين ان هو بيبقى بيدخل للطالب في المدرسه 3 4 مرات في الاسبوع، وبيقابله في الدروس الخصوصيه مره واحده في الاسبوع، ومع كده بينجز معاه وبيجيب معاه نتيجه. فعمر اليوم الرياضي ما هيتنافى او هيتعارض مع منهج دراسي ابدا. حلو، ده كلام جميل. انا كمان هطلب ها كمان، اتفضل يا لا لا فندم، لا لا والله ابدا، كمان ايه؟ كمان في طريقه تنسيق يا فندم، ان في مدرسين انشطه ليهم جداولهم، ايه المانع ان دروس الانشطه دي كلها والحصص تبقى محطوطه في اليوم ده، بالتالي انا مش عامله عبء او عامله اعاقه للمنهج الدراسي في المواد العلميه. فعندنا كذا فكرة، هم والله هم اللي طرحوها في الاجتماعات سواء امبارح او النهارده. لسه هقابل زي ما قلت لسيادتك ان انا هقابل ال 2700 مدير مدرسه باذن الله، هسمع الافكار وهنفذها وانزل بيها نشرات رسميه. ده تطبيق طبعا لوجهه نظر معالي الوزير ان احنا ندرس منطقتنا عامله ازاي، مديريتنا عامله ازاي، ونتصرف في حدود امكانياتنا باذن طب الله. ممكن تسمحوا لي اساهم بفكره بسيطه؟ يا ريت يا فندم، يا رب اتفضل. يخليكي. وزارة الثقافة فيها هيئة قصور الثقافة. تمام. هيئة قصور شباب الثقافة دي، والرياضة، الشباب والرياضة تم عقد بروتوكول، حلو الكلام بقى. الاستاد، الملاعب، النوادي الرياضية، كل دي أفكار حلاوة. نبعت برضو زي سيادتك ما فكرت كده، إن اليوم الرياضي مش شرط يبقى جوه جدران صح، المدرسة. هو ده. عشان كده كنت أقول لك بقى إيه، ما نعمل اتفاق مع دكتور هشام عطوة رئيس هيئة أسر الثقافة، الراجل ده حبيبي تمام وبتاع شغل، من غير ما تمام هتقولي له يوسف الحسيني بيقول، هو صاحبي حبيبي يعني، فهو لوحده يحب الشغل قد يعني. ايه رأي سيادتك ننسق ما بين أستاذة نادية فتحي وزارة التربية والتعليم ودكتور هشام عطوة رئيس هيئة أصول الثقافة، إن احنا ننسق جزء من يوم الأنشطة المتعلقة بالثقافة وبالفنون وبالموسيقى والحاجات اللي زي كده، يبقى ما بين المدارس وما بين أصول وأصول الثقافة وبيوت الثقافة. الثقافة اللي موجودة في اسكندرية، تمام. هتبقى حلوة. وأنا عندي اللي يوفر وسيلة مواصلات لولادي في المدارس ينقلهم للأماكن، بس كده عندي اللي يوفر وجبة مدرسية أو وجبة غذائية ليهم أثناء برضو الانتقالات بتاعتهم من رائع. خلال المشاركة الاجتماعية اللي موجودة في اسكندرية. المجتمع المدني متفاعل جدا، السادة النواب متفاعلين جدا مع العملية التعليمية، حلو. كلنا نتحد من مع بداية الدراسة، وأي حد بيعايز يشوف ثمرة بس، وأكتر ثمرة يا فندم هي ولادنا. يعني دايما طبعا النهارده طبعا حتى في اجتماع بقول لهم انا لو موظفه في بنك اللي بيني وبين العميل اللي قدامي فلوس، لو دكتوره حتى بيني وبين العميل اللي قدامي او العلاج المريض اللي قدامي الدواء اللي صح، بصرفه له او التشخيص اللي ممكن يسيبني ويروح لغيره، انما بيني وبين ولي الامر ده نار.
اللي هو ما ينفعش، اللي هو اغلى من الفلوس واغلى من الصحه. الله ينور عليك، الله ينور عليك. قلت الجمله اللي كنا بنسمعها من زمان دي وبقت شبه منقرضه، ضناه. الضنا. والله العظيم الله ينور عليك والله يا استاذه نادي. خلاص ارجوكي والنبي نسقي مع دكتور هشام، ولو في حاجه اقدر اعملها ولا اي حاجه قولي لي بس، انا ليا دلال جامد عليه. تسلمي لنا يا استاذه نادية، ربنا يخليك. الله يكون تعاون مثمر، واللقاء الجاي ان شاء الله ابلغ سيادتك بالفعاليات كلها. ده انا هبقى مبسوط وسعيد، ومره كده اجي لكم اسلم على حضرتك كمان واتشرف بيك يا فندم. اتشرفنا. لا ده انا اللي اتشرف. العفو العفو. اسكندريه منوره باهلها. ربنا يخليك يا استاذه نادية، كل الشكر. استاذه نادية فتحي وكيل وزاره التربيه والتعليم بالاسكندريه. قبل الفاصل خدتوا بالكم احنا بندردش بنتكلم، استاذة نادية بتقول فكرة وبعدين بيحصل كذا، فتيجي في دماغي فكرة مبنية على امبارح القرارات بتاع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فنساعد بعضينا. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ اللي حصل دلوقتي ده قلت فكرة يمكن تساعد. دكتور نادية قالت لي ده احنا عاملين كمان تنسيق مع الشباب والرياضة. طب يلا ما هنعمل بقى دكتور استاذة نادية تنسيق مع الثقافة. طب هنكلم دكتور هشام. دي بقى ايه اللي هي الوسيط النزيه، كلنا نقدر نلعب دور الوساطة النزيهة ده، نشتغل الدنيا هتزق لقدام. استاذة نادي قالت الكلمة الحلوة، مفيش أغلى ما بيني وما بين ولي الأمر ضناه، اللي هو أهم حاجة في حياته. طبعا هنساعد. يبقى اليوم الدراسي بتاعنا صح ولا ايه؟ اليوم الدراسي بتاعنا او تحديدا يوم الانشطه ده هنقدر نعمل يوم النشاط الرياضي مع وزاره الشباب والرياضه، هنعمل يوم النشاط الفني والثقافي مع وزاره الثقافه الى اخره. ايه رايك فيا يا يونس في الترلملم ده؟ شاطر صح؟